شاء الله في هذه الرحلة أني أقطع أكثر من 2000 كيلومتر، تقريبا 18 ساعة، والآن درجة الحرارة 32 درجة. طبعا قبل كل شيء لا ننسى دعاء السفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والمال. أتمنى يا رب أنه أقدم كل ما فيه خير وصالح. الفلوق الأول إن شاء الله أتمنى يكون مفيد لكم. رحلة حتكون شاقة وراح أتعب لجل عينكم. أنا كان بالإمكان أنه أنا أحجز طيارة وأسافر، وهذا اللي حصل. يعني أنا فكرت أني أنا أروح بر أوثق الفلوق الأول وأبدأ قناتي حقيقة برحلة مفيدة إن شاء الله للجميع، للناس اللي حابة تسافر بر. والأهم من ذا الموضوع كله أنه الشخص اللي حاب يسافر بر يكون حاب الفكرة أساسا، عنده قوة تحمل، عنده صبر، وعنده إرادة. الآن وصلنا مكة، اللهم لك الحمد. زي ما تلاحظوا ما شاء الله هذا برج الساعة واضح، وهذا ما شاء الله واحد مثلي شاد رحاله ومسافر في طريق الطائف. الحمد لله على السلامة وصلنا الطائف، عروس المصايف. احنا في طريق الرياض، باقي على الرياض 700 كيلو. الأجواء إن شاء الله أنها طيبة، يعني مبشرة بالخير، ما في سافي، غبار قليل. طبعا الطريق من الطائف للرياض منطقة صحراوية تماما، حاطين هنا سياج حديدي على اليمين واليسار على أساس الإبل والجمال موجودة هنا بكثرة، حظائر المواشي. الآن لو تلاحظون اللوحة الإرشادية توضح أنه باقي لي على الرياض 535 كيلو، وهذه وجهتي الآن الرياض العاصمة، وبريح في الرياض، وإن شاء الله غدا بتوجه لمنطقة الأحساء في أقصى المنطقة الشرقية. الساعة 5:48 توقيت السعودية. مشينا من جدة لحد الآن 684، ومضطر الآن أوقف في المحطة الجاية. السلامة. أوكي، محل هدايا وألعاب وكماليات وبخور، وهذا هو المسجد. الحمد لله على السلامة، وصلنا الرياض، اللهم لك الحمد. بوابة مدخل الرياض، الحمد لله على السلامة. صباح الخير، صباح العاصمة الرياض. الآن 12 درجة وساعة 7 الصباح. الآن من يوم ما طلعنا من جدة إلى الآن مشينا 1047 كيلو. الأجواء طيبة الحمد لله. شوفوا خطورة الطرقات الصحراوية، تكمن بوجود قطيع الإبل، الجمال السائبة حقيقة، هذه جدا خطرة، ممكن تسبب في حوادث مرورية
فظيعة، ممكن يكون فيها خسائر بشرية حقيقة. نتمنى من الله السلامة، ويا ليت يحطوا في الطرقات الصحراوية سياج حديدي لمنع هذه الحيوانات من عبور الطرقات، أو يفرضون عقوبات مالية على ملاك هذه الإبل في حال تركها ترعى بجانب الطرقات. هذا شوف ايش باقي، الآن بنفرق الآن لسلوى والبطحة حدود السعودية الإمارات. الحمد لله على السلامة، وصلنا منفذ البطحة الحدود السعودية الإماراتية. الآن حنا في قسم مراقبة جوازات منفذ الوقوفات صالة القادمة الإمارات العربية المتحدة. دخلنا الأراضي الإماراتية الحمد لله على السلامة، توني طالع من منفذ الغويفات، الأمور طيبة اللهم لك الحمد. والآن أنا متجه لأبو ظبي وإلى دبي. وصلنا الإمارات العربية المتحدة الحمد لله على السلامة. حاب أوريكم أحد المحطات الموجودة على الطرق الحدودية. هذه محطة الديزل للشاحنات، وهذه محطة السيارات. تلاحظوا مسجد التسوق والمطعم، تصليح السيارات، تصليح الإطارات، زيوت أدنك، زيوت وتصليح إطارات التصليح، ورشة سيارات فقط، لا فيها لا أسواق إضافية ولا فيها شيء، حتى البنزين عندهم مصنع. هذا ديزل عندهم ممتاز وخصوصي وبلس. ملاحظ في المنطقة حق التسوق انها ما شاء الله جامعين كل الاحتياجات اللي تتعلق في المواد الغذائية وغيرها، حطينا في متجر واحد فقط، عكس ما هو موجود عندنا في السعودية. نسوي لك مركز تجاري في محطة. هنا ألعاب الأطفال، لوازم السيارات، زيوت، نظفات، بدالة مصغرة، صحف المجلات، مكتبة صغيرة فيها جميع الصحف العربية.
ما شاء الله تبارك الله، شيء مرتب منظم بشكل احترافي. محطات السيارات او محطات الوقود عندنا في السعودية مركز تجاري حقيقة، مو مركز خدمات سيارات. اللي عندنا شيء مؤسف صراحة، ويحق للبلدية تقفل المحطات كل بعد فترة مخالفتها للاشتراطات وللأمور هذه. يعني حقيقة الملاك مركزين على أمور ما لها علاقة في السيارات داخل المحطات. زي ما شفتوا محطة بسيطة، بنزين، ورشة سيارات، إصلاح إطارات، بقالة جامعين فيها كل المحلات اللي موجودة عندنا في السعودية، موجودة في المحطة، حاطينها في مكان واحد في دبي أو في الإمارات بشكل عام. حتى لو تلاحظون المرفق كثير فيه مساحات واسعة. يعني هذه المحلات اللي هنا موجودة مواقف استراحة للسيارات، الشاحنات، السيارة اللي حاب يوقف يريح على الخطوط السريعة بيلقى مكان يرتاح فيه. المصلى في منطقة معزولة تماما عن مركز السيارات، مصلى النساء، مصلى الرجال، حمامات مفتوح 24 ساعة. الحمد لله على السلامة، وصلنا دبي، اللهم لك الحمد. كانت رحلة موفقة، اللهم لك الحمد. الآن مشينا من جدة إلى الآن 2113 كيلو، 2113 كيلو، الحمد لله على السلامة. الآن وصلنا لمطار دبي الدولي على أساس استقبل صديقي. الوصول إلى مطار دبي الدولي اليسار. السيارات، مغادرون وقادمون. أوكي، من قادمون دبي مبنى واحد. أوكي، فترات قصيرة فترات طويلة. وصلنا للمطار الحمد لله على السلامة، نستقبل خوينا ومن نروح للفندق. هذه رحلته جدة 566 على الخطوط 10:45 دقيقة، بعد 10 دقائق من الآن. خوي جاء، شوفوا ساعة بالضبط، ساعة بالضبط أنا بأموه. تاكسي يا أستاذ، تاكسي، 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 أنا والله يلا وراك بطيت. شلونك؟ قاعد أكلمك يا أخي، قاعد أكلمك، ليش ما ترد؟ أخبارك؟ يلا تحية. الله يبارك فيك. والبرو حقك تاكسي راعيك. ها كم راعنا اخر كم؟ كيف حالك؟ دقيت عليك انا ولا ما رديت عليك؟ انا مقفل جوال. طلع سناب الشباب ولا ما تبغى؟ دوس يا معلم. حطه
ايش اللي طيب بس بغير عمله هو التاكسي اي خلاص موافق اي موافق ما ادور زبون ثاني متى جيت انت ادور زبون ثاني ولا معي لا لا بس كم سعرك انت ما عليك بالسعر معي ولا مع غيري قدام جيف مي فايف السلامة من عند الله اولا ثم الامان بربط حزام الامان لا تنسون الحزام يا اخوان